بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ومن والاه. إذن تناولنا في المحاضرة السابقة وفي اللقاء السابق موضوع الفصاحة والبلاغة والفرق بينهما، وما معنى أو كيف أصبح بليغا، كيف أصبح بليغا، كان هذا السؤال الأخير الذي أجبنا عنه في لقائنا السابق. وتذكرة للجميع بشكل سريع، قلنا إن من شروط الفصاحة أن يكون الكلام مناسبا ومتسقا مع قواعد اللغة العربية السليمة، وكذلك أن يخلو من الغرابة وأن يخلو من التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. جيد، اليوم نشير بشكل سريع إلى أنواع الأساليب. الأسلوب يختلف في أنواعه إلى أو ينقسم إلى ثلاثة أنواع: الأسلوب الأدبي والأسلوب العلمي. جيد، طبعا الأسلوب العلمي هو أهدأ الأساليب وأوضحها وأكثرها احتياجا للمنطق والتفكير السليم، وأبعدها عن الشعر والخيال ومخاطبة الخيال. يخاطب دائما الأسلوب العلمي، يخاطب العقل فيشرح الحقائق العلمية، يخلو من الغموض والخفاء. جيد، الأسلوب الثاني من الأساليب هو الأسلوب الأدبي. الأسلوب الأدبي يتميز فيما يتميز فيه أنه ينشأ من الخيال ويصور تصويرا رائعا للخيال، ويستخدم صورا مجازية كثيرة، ويلبس دائما المعاني الحس المعنوية أو الأفكار المعنوية لباس أو ثوب المحسوس، فيظهر المحسوس في صورة المعنوي ويظهر المعنوية في صورة المحسوس. هذا الأسلوب الأدبي، وطبعا فيه يأتي الشعر والنثر والأدب والخطابة وكل صور المجاز التي يستخدمها المتحدثون في أساليبهم الأدبية، سواء كانت خطابا مباشرا أو كان كلاما مكتوبا في مقال أو في خطبة أو رسالة. جيد، اليوم بإذن الله تعالى النوع الثالث من الأساليب بعد الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي، الأسلوب الخطابي. الأسلوب الخطابي يستخدم فيه المتحدث قوة المعاني والألفاظ وقوة الحجة والبرهان، ويتميز بالعقل الخصيب، ويتحدث الخطيب دائما إلى سامعيه ليثيرهم نحو موضوعه ويقنعهم به ويستنهض فيهم الهمم، ودائما يحاول أن يستخدم في أسلوبه الدلائل والبراهين، وأيضا طبعا يستخدم الصور المجازية، ويحاول أن يكون أسلوبه جميلا بليغا حتى يصل إلى قرارة نفوس المتحدثين المخاطبين عفوا، ويوضح لهم أهمية موضوعه الذي يتناوله، أهمية موضوعه الذي يتناوله، حتى يقع في عقولهم إقناعا وفي قلوبهم إيمانا وفي خيالهم فهما وتصورا. أسلوب الخطاب طبعا أميز ما يتميز به القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والخطباء والفصحاء من القديم والحديث. اليوم بإذن الله تعالى نتناول علم البيان، وهو الموضوع الأول في علوم البلاغة. جيد، يمكننا أن نظهر الشاشة؟ نعم، تمام. كما نرى على هذه على الشاشة الآن عندنا اللوحة التي توجز علوم البلاغة كلها، فعلم البيان هو أحد هذه العلوم الأساسية التي
يتضمنوا موضوعات أساسية من موضوعات علم البلاغة. فالبيان هو مجموعة من القواعد التي يراد بها أو يعرف بها إيراد المعنى الواحد، كيف يأتي المعنى الواحد بطرق متعددة وبأشكال وصور مجازية مختلفة يختلف بعضها عن بعض في الوضوح والدلالة على هذا المعنى. جيد، من موضوعات علم البيان التشبيه والحقيقة والمجاز، وكذلك الاستعارة والكناية. جيد، هذه موضوعات علم البيان، الكناية، الاستعارة بأنواعها، والمجاز، الحقيقة والمجاز. فنتحدث عن معنى الحقيقة وما المجاز، مجاز المرسل والمجاز العقلي، كذلك التشبيه وأركانه وأقسامه. تمام، هذه أهم موضوعات علم البيان. أول موضوع نتناوله من موضوعات علم البيان هو علم التشبيه. طبعا التشبيه من أسهل موضوعات البلاغة. لو أننا مثلا أوردنا بعض الأمثلة عن علم عن التشبيه، يعني فمنها قول المعادلي يمدح أحد الأمراء: أنت كالشمس في الضياء، وإن جاوزت كيوان في علو المكان. وقوله أيضا: أنت كالليث في الشجاعة والإقدام، والسيف في قراع الخطوب. واضح هنا أركان التشبيه موجودة: المشبه أنت، والمشبه به الليث، والكافية الأداة، ووجه الشبه في الشجاعة والإقدام. وهذا تشبيه مفصل كما سنورد بعد قليل أنواع التشبيه. إذن التشبيه في معناه هو مقارنة طرفين، أو بيان صفة توجد في شيئين فهي مشتركة في الأول وفي الثاني، لكنها في الثاني أقوى منه في الأول، واضحة بينة. لذلك نحن نصف الأول بأنه يشبه الثاني في هذه الصفة. فيحدث هذا أو نقيم هذه العلاقة بين هذين الشيئين بأسلوب يسمى أسلوب التشبيه، وباستخدام أداة التشبيه التي قد تكون واحدة من أدوات التشبيه: الكاف، أو يشبه، مثل، شبه، وغيرها من الأدوات. إذن باختصار التشبيه هو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة أو سواء كانت أداة ملفوظة كالكاف وأخواتها، أو أداة ملحوظة. ويأتي فيه في الملحوظ الكاف المقدرة أو غير الموجودة أو المذكورة في المثال نفسه. التشبيه له أركان أربعة: المشبه والمشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه. إذا جاءت الأركان الأربعة في نفس العبارة وفي نفس الجملة فهذا يسمى التشبيه المفصل. تمام، كما كان في البيت الذي ذكرناه قبل قليل: أنت كالليث في الشجاعة والإقدام، والسيف في قراع الخطوب. فأنت هي المشبه، والكاف أداة التشبيه، والليث المشبه به، وفي الشجاعة والإقدام وجه الشبه. وهكذا جاءت الأركان الأربعة فهذا تشبيه مفصل. أركان التشبيه إذن هي أربعة: مشبه، مشبه به، أداة التشبيه، ووجه الشبه. وطبعا الصفة التي تشترك بين الطرفين المشبه والمشبه به لا بد أن تكون أقوى وأوضح في المشبه به منه من في المشبه. من ذلك نأخذ بعض الأمثلة. قال المعردي: رب ليل كأنه الصبح في الحسن،
وإن كان أسود الطيلسان، رب ليل كأنه الصبح في الحسن، وإن كان أسود الطيلسان. فهو هنا شبه الليل بالصبح باستخدام الأداة كأن، جيد. وذلك وجه الشبه هنا الحسن، حسن الطالع، حسن التأثير. فطبعا عندما يطلع الصباح يستحسن الناس ذلك، يشعر بأنه يوم جديد ويشعرون فيه بالأمل والتفاؤل وهكذا. فهو يصف هنا الليل بالحسن، حسن التفاؤل وحسن الطالع، يشبه الليل الصبح هنا في هذه الصفة، حتى وإن كان أسود الطيلسان. هنا إذا أردنا أن نوضح الأركان الأربعة، ليل رب ليل كأنه الصبح في الحسن، واضح الأركان الأربعة. لو أن معنا زميل سيوضح، يقول لنا ليل هي المشبه، والصبح هو المشبه به، والأداة هي كأن، جيد. ووجه الشبه هو الحسن والجمال والوضوح. طيب، من الأمثلة الأخرى أيضا قول الشاعر: أنت كالبحر في السماحة والشمس علوا والبدر في الإشراق. هنا شبهه ثلاثة تشبيهات، شبهه بالبحر في السماحة والشمس في العلو والبدر في الإشراق. المشبه واحد والمشبه به متكرر، البحر، الشمس، البدر. وكذلك وجه الشبه متكرر في كل من المشبهات، المشبه به الثلاث، واحد من أوجه الشبه المختلفة: البحر في السماحة والشمس في العلو والبدر في الإشراق، جيد. يقال أيضا: كلام فلان كالشهد في الحلاوة، أي أن كلامه حلو مليح جميل لا يمل منه، ولا يشعر الجالسون معه بالملل أو السقم من حلاوة كلامه. فشبه الكلام بالشهد في الحلاوة والطلاوة، جيد. وكذلك قولهم: الناس كأسنان المشط في الاستواء. فالناس مشبه وأسنان المشط مشبه به، والكاف هي الأداة. ووجه الشبه هنا هو الاستواء والتساوي في بين الجميع يعني. طبعا التشبيه ورد في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بشكل كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في الحديث: المؤمن كالنخلة، المؤمن كالنخلة يرميها الناس بالحجارة فترميهم بالتمر. أي أنه هنا صلى الله عليه وسلم يصف أو يشبه المؤمنة بالنخلة في أنها دائما ترد الإساءة بالإحسان، جيد. فالمؤمن مشبه والنخلة مشبه به، والكافي أداة التشبيه. ووجه الشبه هو رد الإساءة بالإحسان، جيد. وطبعا يعني تمتلئ الآيات والأحاديث بأمثلة كثيرة للتشبيه. ننتقل إلى أقسام التشبيه. كيف نقسم التشبيه؟ هذا ما سنتناوله الآن. هذا الموضوع نجده في الكتاب نفسه في الصفحة 23 تحت عنوان أقسام التشبيه. يقول في الأمثلة: أنا كالماء إن رضيت صفاء، وإذا ما سخطت كنت لهيبا. أنا كالماء إن رضيت صفاء، وإذا ما سخطت كنت لهيبا. هنا في هذا المثال جاء المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، فالأركان الأربعة موجودة في المثال بوضوح. المثال الثاني يقول: سرنا في ليل بهيم كأنه البحر ظلاما وإرهابا. سرنا في ليل بهيم كأنه البحر،
وشبه الليل البهيم أي شديد السواد المظلم بأنه كأنه البحر ظلاما وإرهابا. المشبه هو الليل والمشبه به البحر، والأداة هي كأن، ووجه الشبه شدة الظلام والفزع والخوف الذي يشيعه هذا الجو. كذلك من الأمثلة: الجواد في السرعة برق خاطف. هنا الجواد في السرعة برق خاطف. الأمثلة السابقة كلها جاءت أركان التشبيه كاملة، 4 أركان. في هذا المثال نجد أن الجواد في السرعة برق خاطف. هل توجد أداة؟ لا توجد أداة التشبيه، لم يستخدم لا الكاف ولا يشبه ولا شبه ولا مثل ولا كأن ولا أي واحدة من هذه الأدوات، لم يذكرها صريحة في العبارة. طيب تعالوا معا ننظر إلى أركان التشبيه هنا. الجواد في السرعة برق، الجواد برق، إذن المشبه نعم هو الجواد، أحسنت، والمشبه به صحيح برق. إذن شبه الجواد بالبرق في أي شيء؟ في السرعة، يعني في السرعة هي وجه الشبه وهو مذكور أيضا، إذن هنا لم يذكر الأداة. وبعد قليل سنوضح هذا النوع. يقول المتنبي: وقد اعتزم سيف الدولة سفرا، أين أزمعت أيها أي هذا الهمام؟ نحن نبت الربا وأنت الغمام. نحن نبت الربا وأنت الغمام. فهنا نحن نبت الربا وأنت الغمام، هذان تشبيهان. الأول نحن فيه مشبه، ونبت الربا مشبه به، وأنت مشبه، والغمام مشبه به، لكن أين الأداة؟ ليست موجودة. أين وجه الشبه؟ ليس موجود. إذن هنا ذكر ركنان فقط من أركان التشبيه، وهما المشبه والمشبه به فقط. طيب إذن في تلك الأمثلة السابقة جاءت أنواع أو أقسام للتشبيه. هناك التشبيه المفصل. التشبيه المفصل هو الذي تذكر فيه الأركان 4 كالأمثلة الأولى التي ذكرناها، تمام؟ مشبه ومشبه به والأداة ووجه الشبه، 4 موجودة في العبارة، فهذا يسمى تشبيه مفصل، ذكر فيه المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه. النوع القسم الثاني من أقسام التشبيه هو التشبيه المرسل. والمرسل هو الذي لم تذكر فيه الأداة، يعني ذكر المشبه والمشبه به وأداة ووجه الشبه، لكن الأداة لم تذكر، كما أوردنا ذلك في المثال: الجواد في السرعة برق خاطف. فالجواد مشبه والبرق مشبه به، وفي السرعة وجه الشبه، لكن الأداة لم تذكر، فهذا تشبيه مرسل. تشبيه مرسل. القسم الثالث من هذا تشبيه مؤكد، ما حذفت منه الأداة. التشبيه المفصل كما قلنا ذكرت فيه 4. التشبيه المجمل، تشبيه المجمل ما ذكر فيه 3 أركان، وهي المشبه والمشبه به والأداة دون وجه الشبه، يعني ما حذف منه وجه الشبه، يسمى تشبيه مجمل. جيد، كأن نقول مثلا محمد كالأسد أو هند كالبدر، تمام؟ فهنا جاء المشبه والمشبه به والأداة، لكن وجه الشبه لم يذكر، فهذا نسميه تشبيه مجمل، تمام؟ طيب التشبيه البليغ، وهو النوع الرابع أو القسم الرابع من أقسام التشبيه، هو ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه. ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه، كقولنا مثلا محمد أسد، أو كقولنا مثلا في الآية، قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون إخوة، فالمؤمنون مشبه وإخوة مشبه به، ولم تذكر لا الأداة ولا
وجه الشبه، فهذا يسمى تشبيه بليغ. جيد. إذن نؤكد عليها مرة أخرى، تشبيه المفصل ما ذكر فيه المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه، تمام؟ والتشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه، تمام؟ محمد كالأسد، أو العالم سراج أمته، تمام؟ والتشبيه المؤكد ما حذفت منه الأداة، ما حذفت منه أداة التشبيه، المال سيف نفعا وضرا، وسمي ذلك التشبيه مؤكدا لإيهامه أن المشبه عين المشبه به، فكأن لم يستخدم الكاف ولا كأن، ولا كأنه يقول إن المشبه هو هو المشبه به، لذلك سمي مؤكدا. أما التشبيه المرسل فهو الذي ذكرت فيه الأداة، ألا إنما الدنيا كمنزل راكب أناخ عشيا وهو في الصباح في الصبح يرحل، أو كما ذكرنا أيضا في البيت، كأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضراب، تمام؟ إذن هذه الأنواع الأقسام الخمسة من أقسام التشبيه: المفصل موجود فيه الأركان الأربعة، المجمل ما حذفت منه الأداة، المؤكد أيضا حذفت منه الأداة، جيد، والمرسل ما ذكرت فيه الأداة، والبليغ ما ذكر فيه المشبه والمشبه به فقط، الركنان الأساسيان من أركان التشبيه. تعالوا معا نستعرض بعض النماذج ونوضحها. يقول الشاعر في وصف أعرابي: كأنه النهار الزاهر والقمر الباهر الذي لا يخفى على كل ناظر. كأنه النهار الزاهر والقمر الباهر الذي لا يخفى على كل ناظر. هنا استخدم أداة التشبيه وهي كأن، جيد، والمشبه به هو الهاء كأنه، فاسم كأن هو الضمير المتصل وهو المشبه. النهار الزاهر هذا المشبه به، ثم المشبه به الثاني القمر الباهر، فشبهه شبه المشبه بالنهار في الظهور، تمام، وبالقمر في الجمال والوضوح أيضا البهارة. لا يخفى على كل ناظر، هذا وجه الشبه إذن، تمام. إذن هذا التشبيه هو تشبيه مفصل ذكرت فيه الأركان الأربعة: كأن، الأداة، ووجه الشبه، والمشبه والمشبه به. طيب، في مثال آخر يقول: زرنا حديقة كأنها الفردوس في الجمال والبهاء. زرنا حديقة كأنها الفردوس في الجمال والبهاء. طبعا المشبه هو الحديقة، تمام، والأداة هي كأن، كأنها، والمشبه به هو الفردوس، ووجه الشبه هو الجمال والبهاء. فذكر هنا الأركان الأربعة، فهذا تشبيه مفصل، جيد، في نموذج آخر أو مثال آخر قاله المتنبي، يقول في مدح كافور: إذا نلت منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذا البيت مشهور أيضا: إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. نعم، هذا البيت وقاله في مدح كافور، والأولى والأفضل أن يذكر في الذات الإلهية، لأنه لا أحد غير الله سبحانه وتعالى يعني يستحق أن يكون
ينال الود ويصح منه الود فيهون كل ما دونه دونه، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه. هنا كما نرى أنه كل الذي فوق التراب ترابه، هنا التشبيه، فالمشبه به هو التراب والمشبه كل الذي فوق التراب، يعني كل ما هو فوق هذه الأرض شبهه بالتراب. فهذا التشبيه تشبيه بليغ لأنه ذكر المشبه والمشبه به فقط دون أن يذكر الأداة ولا وجه الشبه. جيد. هناك تمرينات جاءت في الصفحات 26 و27 نرجو أن يعني تتناولوها إن شاء الله بالحل والإجابة، نأخذ بعضا منها. قال تعالى في التمرين رقم 11: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها واضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الآية. وأيضا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. إذن هنا جملة التشبيه وقعت في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فشبه المولى جل وعلا الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، فالكلمة الطيبة مشبه والشجرة الطيبة مشبه به، والكاف هي الأداة، ووجه الشبه أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كل هذا يدخل في وجه الشبه والثبات والانتشار وأيضا الثمار والفوائد التي تأتي من الكلمة الطيبة. والمثال الآخر أو العبارة الأخرى: وكلمة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، فالكلمة الخبيثة مشبه والشجرة الخبيثة مشبه به، والكاف هي الأداة. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي أنها لا تثبت بل تكون متزعزعة ولا ثبات لها ولا أصل، فهذا وجه الشبه. من الأمثلة أيضا: وصف أعرابي أخا له فقال: كان أخي شجرا لا يخلف ثمره وبحرا لا يخاف كدره. كان أخي شجرا لا يخلف ثمره وبحرا لا يخاف كدره. هنا المشبه أخي والمشبه به شجرا، ووجه الشبه أنه لا يخلف الثمر، يعني دائما مثمر ومنتج وفوائده كثيرة. جيد. وهذا تشبيه كما نرى مؤكد. جيد. لأنه حذفت منه الأداة. وبحرا لا يخاف كدره، أيضا بحرا مشبه به، ووجه الشبه أنه لا يخاف كدره، والمشبه هو الأخ. وها الجملتان فيهما تشبيه مؤكد. جيد. أيضا من الأمثلة التي جاءت: الدنيا كالمنجل استواؤها في اعوجاجها. الدنيا كالمنجل استواؤها في اعوجاجها. هنا المنجل آلة من آلات الحديد معوجة يقطع بها الزرع، الفلاحون أو المزارعون عندما يريدون أن يقطعوا الزرع فإنهم يقطعونه بالمنجل، وهي أداة حادة كالسكين مشرشرة ويقطع بها الزرع. فيقول إن الدنيا مثل هذا المنجل، إذا استوت يعني استواؤها في اعوجاجها، هذا المنجل إذا أصبح معتدلا لا يستفاد منه، لا يصلح للعمل به،
وإنما استواؤه في أنه معوج، لأن المزارع عندما يستخدمه يستخدمه بهذه الطريقة ويصلح معه في إعوجاجه هذا. فشبه الدنيا بالمنجل، الدنيا مشبه والمنجل مشبه به، والكاف هي الأداة، ووجه الشبه أن الإعوجاج فيها أصل، الأصل فيها أنها لا تنضبط ولا تستوي. جيد، فالتشبيه هنا تشبيه مفصل ذكرت فيه الأركان الأربعة. إذن هكذا نكون قد تناولنا موضوع التشبيه وأقسام التشبيه الأولى، خمسة أقسام: التشبيه المفصل ذكرت فيه الأركان الأربعة، والتشبيه المجمل الذي حذفت منه وجه الشبه، والتشبيه المرسل الذي ذكرت فيه الأداة، جيد، والتشبيه المؤكد الذي حذفت منه الأداة، والتشبيه البليغ الذي ذكر فيه المشبه والمشبه به فقط. وهذه التقسيمات بالمناسبة يمكننا أن نصف تشبيها واحدا باثنين منها، يعني قد يكون التشبيه مرسلا وهو في نفس الوقت مفصل، أو مرسل وهو في نفس الوقت عفوا مرسل وهو مؤكد، أو مرسل وهو بليغ، لأن المرسل معناه أنه لم تذكر فيه الأداة، فقد يجتمع هذا القسم مع غيره من الأقسام: البليغ أو المجمل. جيد، طيب، هناك ننتقل إلى تقسيمات أخرى للتشبيه حسب العبارة التي ورد فيها وحسب الأسلوب الذي جاء به التشبيه. منها التشبيه التمثيلي، والتشبيه الضمني، والتشبيه الصريح، والتشبيه المقلوب. طيب، ما التشبيه التمثيلي؟ التشبيه التمثيلي هو أن يأتي التشبيه عبارة عن صورة متكاملة الأركان والأجزاء، لا يشبه جزءا واحدا أو شيئا واحدا بشيء واحد، وإنما يشبه عدة أشياء بعدة أشياء. مثلا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذن شبه المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذه حالة، صورة متكاملة، تمام، وكأننا نمثل هنا المنفقون في سبيل الله بأموالهم بمن أو بما؟ بالحبة التي عندما وضعت في الأرض أنبتت، فأنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وهذا هذه الصورة المتكاملة، السنبلة التي تنبت 7 سنابل، أو الحبة التي تنبت 7 سنابل وفي كل سنبلة منها 100 حبة، تمثل أو يشبهها المؤمن الذي ينفق ماله في سبيل الله، كأنه يكثره ويزيده. وإن أنفق مثلا ريالا واحدا أو دولارا واحدا، فهذا الدولار قد يكون في ميزانه بمقام 10 دولارات أو 70 أو 700، والله يضاعف لمن يشاء. فهذا تشبيه تمثيلي، لأنه أخذ مثالا متكاملا، مثل حالة تتكون من عدة أجزاء بحالة أخرى تتكون من عدة أجزاء أيضا. جيد، مثال ذلك أيضا كان آخر التشبيه التمثيلي، قول البحتري: هو بحر السماح والجود، فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا. هو بحر السماح والجود، إذن هنا شبه الممدوح، وهو هنا في الضمير هو، تمام، بالبحر في السماح والجود. طيب، ماذا يحدث عندما
يقترب الإنسان من البحر فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا. هنا هذا هو التشبيه، أن هذا البحر الممتلئ بالخيرات والكرم وما يرزق به الله سبحانه وتعالى، لن تستفيد من خيراته ولن يصيبك كرمه كلما كنت إذا كنت بعيدا عنه، فينبغي أن تكون قريبا منه. فتأتي هنا الصورة التشبيهية، التمثيل التشبيهي في جزء آخر، وهو أن تكون قريبا من هذا البحر حتى تنال من كرمه ومن أخلاقه ومن خيراته. كذلك قول امرؤ القيس في البيت المشهور: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. شبه الليلة، جيد، بموج البحر أرخى الليل سدوله أي ظلامه علي بأنواع الهموم. وهنا أمواج البحر تأتي موجة بعد موجة موجة بعد موجة في ظلام الليل، فشبه الليل بظلاماته المتعددة بأمواج البحر المتلاحقة التي تأتي على الغريق أو على الإنسان بكثير من الألام والأوجاع. كذلك هذا الليل يأتي عليه بسدوله المتكررة بأنواع كثيرة من الهموم. فهنا شبه حالة الليل بهمومه وسدوله التي ترخى بأمواج البحر المتلاطمة المتلاحقة. فهذه صورة مثل بها الصورة التالية. من أمثلة التشبيه التمثيلي أيضا قول المتنبي وهو يمدح سيف الدولة: يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب. يعني الجيش يهتز حولك عن يمين وعن يسار، وهذا بالنسبة لك ليس أكثر من أن العقاب، وهو نوع من الصقور والطيور، فقط نفضت جناحيها كما تنفض العقاب أو كما نفضت جناحيها العقاب. فقد مثل أو شبه سيف الدولة وهو يقود الجيش وحوله الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة، تهتز هذه الأركان أركان الجيش حوله، فقط بالنسبة له هذا يمثل الطائر الذي ينفض جناحيه. وهذا طبعا في شجاعته وجرأته ومهارته في قيادة الجيش والسيطرة على أركان الجيش كله، كما يستطيع الطائر أن يسيطر على جناحيه بريشها وهو ينفض منها الماء. إذن التشبيه التمثيلي يكون في صورة تتكون من عدة أجزاء، في صورة تتكون من عدة أجزاء، فكل جزء منها في المشبه يشبه بجزء منها في المشبه به. فإذا كان وجه الشبه في صورة منتزعة من متعدد أجزاء متعددة وغير تمثيل، فهكذا يكون التشبيه تمثيليا. جيد. طيب، النوع الثاني أو القسم التالي من أقسام التشبيه هو التشبيه الضمني. التشبيه الضمني، وذلك مثل: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. ما لجرح بميت إيلام. هنا أراد الشاعر أن يقول إن الميت إذا جرحناه لا يتألم، هكذا من يهن يسهل الهوان عليه. فهو هنا قد شبه من هان على نفسه بأنه يسهل أن يهون
لا يفرق عنده شيء، يعني كأن نقول مثلا الرجل الذليل إذا سببته أو شتمته أو فعلت فيه شيء لا يمثل هذا شيئا بالنسبة له، لأنه أصلا هان على نفسه. جيد، كأنك وجدت شخصا ميتا وأخذت تجرح فيه، هل جرحك له يؤلمه؟ لا. طيب هنا ما الذي يجعلنا نقول إن هذا التشبيه تشبيه ضمني؟ هل توجد أداة تشبيه؟ لا، لا توجد أداة للتشبيه التي توضح مباشرة أن هذا التشبيه. هل يوجد مشبه ومشبه به واضح أمامنا بشكل كامل؟ لا، هذا يسمى تشبيه ضمني لأنه لمح إلى التشبيه. الأركان موجودة، بعض الأركان المشبه والمشبه به ووجه الشبه، لكنه لم يصرح بأنه يشبه الذي هان على نفسه بالميت أو بجرح الميت بعد موته، فهذا يسمى تشبيه ضمني لأنه لم يصرح فيه المتحدث أو الشاعر بالتشبيه وأركانه بشكل واضح، وإنما هذا يفهم من الكلام، يفهم من الكلام. جيد، فهذا يسمى التشبيه الضمني. من ذلك، من أمثلة التشبيه الضمني، قول أبي تمام: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. لا تنكري عطل الكريم من الغنى، يعني الكريم إن لم يكن غنيا لا ينكر عليه أنه ليس كريم، يعني حتى لو كان فقيرا فهو كريم. جيد، هذه صورة الكريم الذي لو كان فقيرا فسينفق أيضا. فالسيل حرب للمكان العالي، السيل الماء الذي يسقط من أعلى إلى أسفل، من أعلى الجبل وينزل إلى تحت، بيعتبر وهو ينزل من الجبل أعلى الجبل إلى تحت كالحرب، يأتي بقوة ومع أن السيل ليس حرب، السيل ماء والماء خير، ولكن لأنه نزل بتدفق وبقوة من أعلى إلى أسفل فكأنه حرب للمكان المنخفض. هكذا هنا لم يذكر الشاعر أداة التشبيه أو أركان التشبيه بشكل واضح، ولكن لمح كأنه يقول إن الكريم الفقير لا تنفك عنه صفة الكرم، مثلما لا تنفك عن السيل صفة الحرب، لأنه يسقط من أعلى إلى أسفل. جيد، كذلك يقول ابن الرومي: قد يشيب الفتى وليس عجيبا، أن يرى النور في القضيب الرطيب. قد يشيب الفتى، هو هنا يشير إلى أن الفتى قد يبيض شعر رأسه. جيد، وهذا ليس عجيبا، فليس من العجيب أن يرى النور في القضيب الرطيب. والقضيب الرطيب هو الذي يعني لا يمكن أن نرى فيه النور بسهولة. هذا أيضا تشبيه ضمني لأنه لم يصرح بأركان التشبيه ولكن لمح إلى ذلك. تمام، وذلك لأن الشاعر هنا أو الكاتب أراد أن يذكر التشبيه بشكل ملمح له ولم يصرح به في صورة من صوره المعروفة، وهي طبعا كما ذكرنا قبل ذلك التشبيه البليغ أو التشبيه المجمل أو التشبيه المفصل. تمام، هذا القسم الثالث من أقسام التشبيه. إذا التشبيه الضمني هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمحان من المعنى الذي ورد في التركيب، وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن الحدوث. جيد، طيب من أقسام التشبيه أيضا التشبيه المقلوب. ما معنى التشبيه المقلوب؟ التشبيه المقلوب هو تشبيه يتم فيه عكس طرفي التشبيه، يعني نجعل المشبه مشبه به والمشبه به مشبها
بقصد المبالغة، بقصد المبالغة. مثال ذلك مثلا: كأن ضوء النهار جبينه. أها، كأن ضوء النهار جبينه. الأصل أن الضوء يكون قويا وواضحا في النهار، فنقول جبينه، جبين الممدوح أو المشبه، كضوء النهار. هذا الأصل، الأصل أن نقول أن جبينه كضوء النهار، لكن الكاتب هنا أو الشاعر أراد أن يجعل المشبه هو عين المشبه به، فقلب التشبيه وجاء بالمشبه به مكان المشبه، وهذا يسمى التشبيه المقلوب. كأن تقول مثلا: البدر هند مثلا، أو الأسد المغوار كأحمد، فتقلب التشبيه وتأتي بالمشبه مكان المشبه به. جيد، نكتفي بهذا القدر في هذه الدقائق، ونستريح استراحة سريعة لدقائق معدودة، ثم نعود ونكمل معا إن شاء الله تعالى أغراض التشبيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الثالث تحت عنوان مدارسة في كتاب البلاغة الواضحة. وموضوعنا اليوم هو موضوع التشبيه، أقسامه وأغراضه. وكنا قد تناولنا في القسم الأول من اللقاء اليوم موضوع التشبيه وتعريفه وأقسامه، وقلنا إن التشبيه له عدة أقسام، له عدة أقسام، منها التشبيه المجمل والمفصل والبليغ والمؤكد والمرسل. جيد، وقسمنا التشبيه أيضا لعدة أقسام أخرى من حيث العبارة أو التركيب، منها التشبيه الضمني هو الذي يلمح إلى التشبيه فيه ولا يصرح به، والتشبيه المقلوب هو الذي يأتي المشبه به في مكان المشبه إمعانا في التشبيه، والتشبيه التمثيلي وهو الذي يشبه صورة متكاملة فيها أجزاء متفرقة أو أجزاء مختلفة بصورة أيضا أخرى، ومنها التشبيه الصريح. وهو التشبيه الصريح في الحقيقة هي الأقسام الأولى التي ذكرناها كلها: المؤكد والمجمل والمفصل والبليغ، وهو الذي يكون فيه التشبيه واضحا صريحا وليس ضمنيا ولا مقلوبا ولا تمثيليا. إذن هذه أقسام التشبيه كما ذكرها المؤلف أو الكاتب في البلاغة الواضحة علي الجارم. تمام، وننتقل بعد ذلك إلى أغراض التشبيه. والأغراض، أغراض الأسلوب يعني أهدافه، أو ما الغاية من استخدام هذا الأسلوب، وما الهدف، ما هدف الشاعر أو الكاتب أو المتحدث من استخدام هذا الأسلوب البلاغي الجميل. وطبعا التشبيه له أغراض عدة نتناولها في بعض الأمثلة التي توضحها، ونوضح هذه الأغراض أيضا. من ذلك قول النابغة الذبياني: كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. طبعا التشبيه هنا واضح، كأنك، الكاف كأن هي أداة التشبيه، والكاف المضاف الاسم كأن. جيد، ضمير متصل مبني في محل نصب، اسم كأن هي المشبه، وشمس المشبه به، والملوك كواكب، شبه أيضا الملوك بالكواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. هذا المثال يوضح أن النابغة الذبياني هنا يشبه ممدوحه بالشمس وغيره بالكواكب، غيره من الملوك والسلاطين بالكواكب، حيث أن سطوته كانت أعلى منهم
فإذا ما طلعت الشمس اختفت الكواكب، وهكذا إذا أيضا إذا ما ظهر الممدوح فإن الملوك الآخرين لا يذكرون ولا يشار إليهم ولا يعرفون. فإن الغاية هنا من هذا التشبيه هي تبيين مقدار المشبه به، المشبه وقيمته ومكانته بين غيره من الملوك. ومعنى هذا أن الغرض من التشبيه هنا هو بيان حال المشبه وتوضيح مقداره وقيمته، فهذا يفيده التشبيه. فمعرفة الموصوف أو صفة الموصوف بالضبط وتحديدها وبيانها. جيد، من أغراض التشبيه كما سنرى في البيت البحتري الذي يقول فيه: دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين حد قريب أو جد قريب. دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب. إذن هنا البحتري وصف المشبه بأنه يعني قريب جدا من كل المحتاجين والذين يعني يتواصلون معه أو يحتاجون إليه. دان إلى أيدي العفاة فيعفو ويصفح ويسامح، وفي نفس الوقت شاسع عن كل ند. فالفرق بينه وبين أنداده أو أمثاله أو أضرابه وأقرانه قريب بعيد جدا، شاسع عن كل ند في الندى وضريبه. وهذا شبهه بمن؟ كالبدر. هنا المشبه به، الكاف أداة التشبيه والبدر والمشبه به. فما حال البدر إذن؟ البدر أفرط في العلو وعال جدا، وبالرغم من ذلك، بالرغم من علوه الشاسع، إلا أن ضوءه للعصبة السارينة، للمجموعة التي تسري في الليل. وطبعا السرى أو الإسراء أو الساري الذي يسري في الليل جد قريب. فضوء البدر يصل إلى هؤلاء الذين يسرون في الليل ويساعدهم ويوضح لهم طريقهم، بالرغم من أنه عال ضارب في العلو. جيد، وهذا التشبيه الذي استخدمه البحتري هنا يوضح أن هذا الأمر ممكن، يمكن وجوده ويمكن أن يحدث. فهو لما وصف ممدوحه وصفه بوصفين متضادين، الأول أنه دان يعني قريب جدا من المحتاجين إليه، وفي نفس الوقت وصفه بأنه شاسع بالنسبة لأنداده وأقرانه، فهو قريب للمحتاجين إليه بعيد عن الأمثال أو الأنداد. جيد، فشبه الممدوح بالبدر في البعد في السماء في العلو، وشبهه أيضا في ضوئه القريب للسائرين في الليل. وهذا أحد أغراض التشبيه، هو بيان إمكان حدوث هذا الوصف. جيد، بيان إمكان المشبه أو إمكان حدوثه. من أغراض التشبيه أيضا ما يذكر في بيت المتنبي، يقول في وصف الأسد: ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا. ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا. يعني الدجى طبعا هو الظلام الذي ينتشر في الليل، والفريق هم الجماعة، والحلول معناها أنه يكون بينهم مقيم وقائم بين هؤلاء الفريق. ما قوبلت عيناه، إذا نظرت إلى عيناه
ظنتا تحت الدجى، تظن أنها في ظلام دامس، جيد، وفي نفس الوقت هي نار الفريق حلولا. وهنا وصف المتنبي الأسد في الظلام بشدة الإحمرار والتوقد، حتى أنه من يرى عيناه، يعني عيني الأسد في هذه الحالة من بعد يظنهما نار، إذا نظر من بعيد يظن أن هذه نار من شدة إحمرارها، تمام. كأنها قوم جلسوا وأوقدوا هذه النار يستدفئون بها. فلو لم يعمد المتنبي إلى التشبيه لقال إن عيني الأسد محمرتان، ولكنه اضطر إلى التشبيه ليبين مقدار هذا الإحمرار وعظمة هذا القدر. فهذا من أغراض التشبيه أيضا، وهو بيان حال أو مقدار حال المشبه، ذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية، ولكن التشبيه هنا بيّن مقدار هذه الصفة. معروف أن عيني الأسد حمراء، ولكن لما وصفها بهذا الوصف بيّن أنها شديدة الإحمرار جدا، كأنها نار توقد لفريق يجلس في الظلام. أيضا من أغراض التشبيه تقرير حال المشبه، تمام، تقرير حال المشبه به، حيث إذا كان ما أسند المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح بالمثال. من ذلك قول الله تعالى في كتابه الكريم: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، هذا حال من يدعون غير الله سبحانه وتعالى. إذا دعوا الآخرين من دون الله سبحانه وتعالى من الأصنام والآلهة الأخرى أو التي يشركون بها مع الله سبحانه وتعالى، كيف وصفهم أو شبههم؟ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يبسط كفيه، يأخذ الماء في كفه حتى يصل إلى فمه، لكنه لن يستطيع أن يصل إلى الماء. الآية هنا تتحدث في شأن من يعبدون الأوثان والأصنام، وأنهم إذا دعوا آلهتهم هذه الآلهة لا تستجيب لهم، لا تجيب لهم دعاء، أحجار كيف تجيب لهم، ولا يرجع إليهم من هذا الدعاء بأي فائدة كانت. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يقرر هذه الحالة ويثبتها في الأذهان، فشبه هؤلاء الوثنيين بمن يبسط كفيه إلى الماء ليشرب فلا يصل الماء إلى فمه هكذا، لأنه يخرج وينزل من خلال أصابعه ما دامت كفاه مبسوطتين. فالغرض هنا تقرير حال المشبه كأنه لا يصل إلى شيء، وهذا مؤكد وواضح. من أغراض التشبيه أيضا هو الغرض الخامس الآن تقريبا، تزيين المشبه أو تقبيحه، تزيين المشبه أو تقبيحه. وطبعا هذا أكثر أغراض التشبيه ورودا، جيد، فإنما يستخدم التشبيه عادة إما للمدح أو الذم. فالتزيين أي المدح، والتقبيح هو الذم، كما قال أبو الحسن الأنباري: مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات، مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهم بالهبات. وهكذا مدح أبو الحسن الأنباري هذا الممدوح بأنه إذا يمد يديه إليهم احتفاء كما يمدها إليهم بالهبات. وكان هذا الممدوح مصلوبا بالمناسبة، هو يشبه هنا مصلوبا ويداه أنها ممدودة بالصلب، فمد اليد بالصلب طبعا الأصل أنه شيء مذموم، لكنه حوله هنا إلى مدح، فوصفه بأنه كمن يمد هذه اليد بالهبات والعطايا للسائلين أيام حياته، فتحول الحال هنا من ذم إلى مدح. وكذلك كما يقول الشاعر في ذم امرأة
في ذم امرأته وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. وتفتح لا كانت يعني كأنه يدعو عليها ألا تكون أصلا. فمن إذا فتحت فمها يعني لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح، يعني تظن أن بابا من النار قد فتح أمامك إذا فتحت فمها. وطبعا هنا يتحدث عن امرأته بسخط وألم حتى أنه يدعو أنها لا تكون موجودة ما كانت، جيد، ويشبه فمها حين تفتحه بباب من أبواب جهنم. والغرض من هذا هو التقبيح والذم. إذن أغراض التشبيه متعددة وكثيرة، منها الذي يمكن أن نجمله بيان إمكان المشبه أن يحدث هذا الحال، جيد، وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له، تمام. وهذا ما ذكرناه في البيت الأول، كما شبه الممدوحة بالبدر في العلو وشدة الارتفاع، أنه بعيد عن الأقران وفي نفس الوقت دنوه من المحتاجين إليه كضوء البدر الذي يصل إلى السارين في الليل، فجمع بين النقيضين الارتفاع الشديد والدنو الشديد. الغرض الثاني بيان حال المشبه، وذلك حينما يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه فيفيده التشبيه بالوصف، وذلك كما ذكرنا بيت النابغة الذبياني كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. الغرض الثالث بيان مقدار حال المشبه، يعني أولا إمكانية حدوث المشبه أو وجوده، ثاني بيان حاله، الثالث بيان مقدار حال المشبه، وذلك ما شبه عيني الأسد بالنار، تمام. فهو هنا يريد أن يوضح بالضبط مقدار هذا الإحمرار في عيني الأسد. الغرض الرابع تقرير حاله، أي إثباته وتوضيحه بالمثال، جيد، وذلك كما بيّن الله سبحانه وتعالى في الآية الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فهذا الغرض هنا هو تقرير هذا الحال. والغرض الأخير الخامس والأخير هو تزيين المشبه أو تقبيحه، أي مدحه أو ذمه، وهذا أغلب أغراض التشبيه ورودا وأكثرها إيرادا في الشعر العربي وفي الأدب العربي بشكل عام، جيد. كانت هذه أغراض التشبيه التي تحدثنا عنها، وإن شاء الله تعالى في هذا اللقاء إذن تكلمنا عن علم البيان بشكل عام، ومن علوم أو موضوعات علم البيان التشبيه، ووضحنا معنى التشبيه هو مقارنة صفة في شيئين، يعني توجد في الشيئين في أحدهما أكثر من الآخر، فلذلك نشبه الأول بالثاني لأننا نريد أن نوضح هذه الصفة أنها موجودة في الأول كما هي موجودة في الثاني، بغرض كما ذكرنا الأغراض إما الإمكانية أو الإقرار أو توضيح الحال أو توضيح المقدار أو الذم والمدح، جيد. وأقسام التشبيه كما ذكرنا المفصل ذكرت فيه الأركان الأربعة، والمجمل ما حذفت منه والأداء أو حذف منه وجه الشبه، المجمل جاء المشبه والمشبه به وأداة التشبيه، والبليغ ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه وذكر فيه فقط المشبه والمشبه به، والمؤكد ما حذفت منه الأداة، والمرسل ما ذكرت فيه الأداة. أيضا هناك تقسيم آخر ذكرناه للتشبيه، والتشبيه الضمني والتشبيه التمثيلي والتشبيه المقلوب والتشبيه الصريح. هذه هي كل جزئيات موضوع التشبيه وأقسامه وأغراضه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وإلى أن ألتقي بكم في موضوعنا القادم أراكم في خير إن شاء الله، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.